بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى حمدا كثيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد من أرسله ربنا للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا، ورضي الله عن آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه وهديه إلى يوم الدين، وعلينا معهم يا رب العرش العظيم. قال الله تعالى في سورة الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ذكر أهل العلم من المفسرين فيما أخرجه ابن مردوية وغيره أن أناسا من المشركين من أهل مكة خرجوا إلى المدينة قبل هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، ذاهبين إلى اليهود، فدخلوا إليهم وقد جاءوهم بهدايا، فسلموا عليهم ونزلوا عندهم ضيوفا، فقالوا: إنا نريد أن نسألكم، وأنتم أهل كتاب، أن تعلمونا بأشياء نسأل عنها هذا الرجل الذي ادعى النبوة بأرضنا، فنقولها له فيعجز عن جوابه فنفضح كذبه أمام الناس. فقالوا: سلوه عن أشياء ثلاثة. سلوه عن فتية غلبوا في سائر الدهر أو في سالف الدهر، ما شأنهم؟ وسلوه عن رجل طاف مشارق الأرض ومغاربها، وسلوه عن الروح. ذكر بعض أهل العلم رواية أخرى أضافوا فيها زيادة، وهي أنهم قالوا: فإذا أجابكم عن الأوليين وسكت عن الثالثة فلم يجبكم فهو نبي مرسل. إذا أخبركم بالأوليين وسكت عن الثالثة فهو نبي مرسل، وإلا فهو متقول على الله أن يقول والعياذ بالله كذبا وافتراء. أما الأوليين فهي قصة أهل الكهف وقصة ذي القرنين، وقد حكى الله تعالى لنا الإجابة عنهما في سورة الكهف. وأما الثالثة فهي الروح، وكانت الإجابة كما هنا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، أي من علم الأمر الذي غيب عن عقولكم فلا تستطيعون إدراكه، فاختص الله تعالى بعلمه إذ لا تطيقون إدراك ذلك، لذا ختم فقال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى ربه إليه، فكان جوابه كما قال لهم اليهود، فينبغي أن يصدقوا، لأنهم قالوا: إن أجابكم عن الأوليين وسكت عن الثالثة فهو نبي مرسل، فلم يزدهم ذلك إلا طغيانا كبيرا. هذا سبب نزول الآية. وأما معناها يا أيها الإخوة فقد أشرنا إلى طرف منه، والعاقل إذا توقف مع هذه الآية الكريمة يجد فيها عجبا من عجيب كلام الله سبحانه وتعالى. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هذا السر العجيب الذي يجعل كتلة طينية هي هذا البشر الذي نحن منه تتكلم وتنطق وتسمع وترى وتذهب وتعقل وتدرك وتسخر الأشياء بما آتاها الله تعالى من موهبة عقلية، وتحب وتكره وتهتم
وتبغض وتقاتل وتدافع. حينما يموت الإنسان فلينظر أحدنا إلى جسده، أنقص منه شيء واحد في الجسد؟ جسده كما هو. ما هذا الشيء العجيب الذي جعل هذا الجسد يتحرك؟ ما هذا الغذاء الذي لا يحتاج إلى إتمام وزيادة ولا يتعطل فيصبح يقوم بالإنسان فيجعله حقيقة إنسانا؟ أقبل على النفس أو على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس أو بالروح لا بالجسم إنسان. ما هذا السر العجيب الذي حار الناس من قديم الزمان وإلى اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في البحث عنه ليصلوا إلى أدنى معرفة به فلم يجدوا جوابا قط؟ البارحة ذكرنا عن العلم وتطوره وكيف أن العلم أشار إلى بعض الأشياء التي نبه الله تعالى عليها في كتابه، وقلنا هذا لا يسمى سبقا علميا للقرآن، لأن القرآن الذي أنزله هو الله وهو الذي يعلم كل شيء. ما هذا السر الذي حار فيه الكبار والصغار والمتعلمون والمثقفون والباحثون والأطباء وأهل الطبيعيات وغيرهم؟ بحثوا عنه من قديم، والفلاسفة أمضوا فيه ما لم يمضوا في شيء آخر على عبر مر العصور بحثا عنه. إيش هذا؟ وذلك يقول هي جوهر الروح، ذاك يقول لا، هي شيء عجيب يدخل في الجسم، وثالث يقول ورابع يقول وخامس يقول طيب اجعلها تمسك، قال لا لا تمسك، اجعلنا نراها، قال لا لا نراها. وبعض الناس يقول أين الله الذي تؤمنون به من الملاحدة والعياذ بالله؟ فيقول له إنسان أين روحك التي هي في جسدك؟ فإذا خرجت منك ولم ينقص شيء من جسدك فإنك ستموت. أثبت لنا وجود الروح. قال كيف سأثبت له؟ ما عندي جواب. إذن أنت تعجز عن ذلك. قال أعجز، لكن تحركي قيامي قعودي يثبت أن الروح موجودة في، ووجودك أيضا وبث الروح فيك من الأصل يثبت أن إلها قد خلقك، فكيف تنكره؟ كم في الآن في بلاد الغرب من دوائر للبحث في مجال الطب ومجال الصيدلة ومجالات كثيرة جدا، وأخرجوا القلب من صدر الإنسان ووضعوا بداله قلبا صناعيا، وأخرجوا الأوعية الدموية، وصنعوا ما لم يخطر على بال إنسان قبل 100 سنة، ولا يزالون يبحثون ويجدون وسيجدون إلى قيام الساعة بحثا عن الروح، ولن يجدوا لها جواب، لأن الله تعالى أعجز البشرية بها. سر حياتك الذي لا توجد إلا به ولا تكون إنسانا إلا به لا تعرف عنه شيئا، أفتدعي بعد ذلك علما؟ أنا بفهم، ناس كلها ما تفهم، إيش تفهم؟ أنا وأنت إيش تفهم؟ والله لا نفهم شيئا لولا فضل الله عليكم ورحمته. إيش عندنا نحن؟ أكبر عالم فينا في أي اختصاص كان، في طب أو هندسة أو فلسفة أو علوم أو في علوم الشريعة، أو ما الذي عندك من العلم؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. استشعر هذا المعنى العظيم. لذلك قال أهل العلم المحققون من قديم، قالوا إن الإنسان كلما ازداد علما ازداد تواضعا، وكلما ازداد كبرا نقص علمه وازداد استكباره. ناقص العلم هو الذي يستكبر، اما العالم الحقيقي يقول ايش؟ انا ايش عندي؟
لولا أن الله علمني من أين أعلم؟ ثم هذا العلم الذي أتظاهر على الناس بأنني أفقر منهم فيه، ألا يأتي أحيانا بعض الناس فيكون أدنى مرتبة مني في العلم الذي أتخصص به فيغلبني أحيانا؟ كم يحصل هذا؟ أقول هذا في أمثلة بسيطة. مثلا أنت حداد أو نجار أو كهربائي، استعرض شريط حياتك. أما مر بك يوم صانعك الذي يشتغل معك أو إنسان لم يمضي في صنعتك سنتين وأنت تشتغل بها من 30 سنة، صنع شيئا تعجز عنه أنت؟ أنت بديع مبدع الزمان في هذا المجال في اختصاصك، كيف سبقك هذا؟ سبقك لأنك تستكبر بهذا العلم الذي هو أيضا من عطاء الله لك. لا ينبغي لعقل عاقل يا أيها الكرام أن يستشعر انتفاخا على عبيد الله بشيء هو في الأصل من فضل الله عليه. ولو بحث الإنسان ليل نهار ليجد شيئا جاء به من عند نفسه لم يجد، وسيقر في النهاية ويعترف ويصدق وما بكم من نعمة فمن الله، ويصدق وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أصل حياة الذي به قوامي لا أعرفه، فأنى لي بعد ذلك أن أفتخر على عبد من عبيد الله بشيء؟ إنما العبد المؤمن الذي يردد مع عبيد الله الصالحين اللهم إنا نسألك أن تجعلنا عبيدا متحققين لك بعبوديتنا يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.